محلات استيراد زي ما تشاف الشارع هذا من اول لاخره كلها محلات تاجير، وصراحه اشوفه كلها من محل يختلف سعر عن الثاني، كلها سيئه. مثلا تشوف هنا بعض السيارات، تشوف هنا ب 60، هنا ب 70، 80، تشوف توصل اخر شارع توصل تلقى السياره نفسها ب 200 من اول محل لاخر المحل. طبعا في بعض الشركات تستغل الزباين من ناحيه التامين، السياره تكون عليها تامين شامل ويطلبون مبلغ زياده على التامين. اي هذا في اختلاف السعر، هذا سوق يعني، انا اعتبر انه سوق من مصلحه الزبون، مصلحه المواطن او العميل ايا كان، سواء مواطن او غيره، مصلحته انه يكون في اختلاف الاسعار، تكون في فرق فوارق بالاسعار وانت تختار اللي تبغى. والله الخدمات متفاوته من شركه لشركه، من محل لمحل، من مسمى لمسمى، ما في رتم معين يمشون عليه، ما في منظومه يعني او انظمه يتقيدون فيها. يعني تحصل مثلا نفس السياره، نفس الموديل، نفس بس متفاوته من مكتب لمكتب. والله خدمات سيئه. ليش؟ اول شيء لا نظافه السيارات ولا التزام وقيود زياده على، يعني ممكن تطلع برا باي دوله تستاجر بكل سهوله. هنا لا، لازم تكون موظف دوله، لازم تكون كذا، لازم تكون كذا، وبنفس الوقت خدمات سيئه فيها. واسعار مرتفعه. لابد ان يكون هناك ضوابط، انظمه، شروط، حتى يقدر يعني مستفيد، يعني المستهلك يقدر يستفيد من الامور هذه. السوق عرض وطلب، فهنا يثبت لك ان في عرض وطلب، ان فيه اختلاف في العروض. هذا يقول لك نفس السياره ممكن تلقاها ايش اسمه سعرها مختلف من هذا لهذا لهذا، هذا يعطيك ايش يسمونه ساعه في الخيار، في الاختيارات، ساعه في الاختيارات، تختار اي شركه تبغاها. فاحنا كمواطنين، لانه اللي يحط لك تاخذه، ولا في نظام يحكمهم انك تحط فيه لوحه وانا السعر كذا كذا عشان انا التزم فيه. لكن انا ما ادري، ما حط لي سعر اخذه. لكن لو في لائحه محطوطه زي سعر السياره كذا، سعر كذا كذا، في التزام. اما لا، ما في التزام.